يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تي جي حمزة، واليوم جيت لكم مقطع جديد. طبعا مقطع اليوم مقطع خرافي اسطوري، اذا اول مرة تفوت على القناة انزل لتحت واشترك وفعل زر التنبيهات لتصلك اي مقطع جديد بنزله عن فري فاير او اي لعبة تانية. ومثل ما قلت لكم التحدي نوصل 40,000 قبل نهاية الاسبوع، يلا كل واحد عم يشوف المقطع ينزل لتحت ويشترك مشان يستفيد عن فيديوهات اللي انا بنزلها عن فري فاير. ما بياخذ من وقته 3 ثواني بس هو رح يستفيد كتير بفيديوهات اللي عم نزلها عن فري فاير. بشوف دعمكم على هذا المقطع، نقدر نوصله لهذا المقطع 1300 لايك. اول مرة بطلب 1300 لايك على القناة، يلا زولوا تحت وعمل لايك مشان تخليني استمر اعمل فيس كام. كثير منكم تقولوا لي شو في يعني شغلات بتحسن لي الفيس كام زينه للمنطقه، يعني مثلا تقول لي حط شيء هون، او يعني فهمتوا علي الفكره، مثلا كرسي مايك اي شيء. بدي اعرف شو الشيء ناقصني مثلا بالفيس كام اذا كان ناقصني. طبعا اليوم جبت لكم التحدي، تحداني يا متابع اني فوز الجيم باستخدام مضرب بيسبول وما معي غير اربع هيلث، يعني ما فيني استخدم اكثر من هيك. خلص متى ما استنفدت الاربع هيلث ما عاد فيني استخدم شيء. فكتير عجبني التحدي، ويلا بلا طول انتظار بتركم مع المقطع. شباب هلا عم نفوت على الجيم، ان شاء الله يكون يعني ان شاء الله نقدر نحترف بهذا الجيم وما نمنوب. يلا ان شاء الله يا رب. يلا رح انزل بيك هلا، ان شاء الله الله يوفقنا باللعبه يا رب. هذا البيت ملعبي انا بيك، هاد البيت ما في غير واحد، كأنه هاد البي هاد البيت بيك، هاد ملعبي. يعني خلص فتت لهون انا جلدت بالفيس كام الماضي، فتت لهون جلدت اربعة. تخيلوا، قلت لكم انا ما فيني استخدم لا اسلحة ولا اي شيء، فاذا طلع لي سلاح لحاله اتاخد لحرميه. ما بالنت عندنا بسوريا كثير كثير سيء، يعني هاد مو لاعب، هاد مو لاعب لاعب. او في اثنين عم يتشابكوا دقيقة، اثنين عم يتشابكوا، يعني هاد يعني ما بصير، يعني لاعب فري فاير او اي لاعب تاني عنده البينج تخيل 999، يعني وحياة الله. انا عم فكر هلا اجيب 4G، بركي النت بيكون احسن فيها، يعني ان شاء الله يعني بحاول بهالفترة، لانه النت كتير كتير سيء. يعني انا بلعب دق فري فاير احيانا بخسر بس من ورا النت، يعني مو احيانا، نص الاحيان يعني اللي بخسر. تشابكوا احتراف. يلا يا رب يا رب يا رب بوكسات هلا، لانه ما لقيت مطرقة لسه. يلا يا رب. سلة تسلل الافعى، ماما مات. اجا 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 يا رب يا رب، كانه شافني شاف هي تاخذ الاسلحه. خلص ما حاول شيء. يلا يا رب يا رب، هي اول ولي معهم بي 40 يا رب. يلا 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 اكشفني. يلا هي 20 20. يلا اوف 73. يلا يلا يا رب يا رب، بس ده ضربه على الوش 15. الحمد لله الحمد لله. يلا يا رب يا رب يا رب يا شباب، اذا فوز هذا الجيم بدي اياكم توصلوا لي المقطع 1300 لايك، او خليه 1400 اذا فزت الجيم. ماشي يا شباب، 1400 يا رب يا رب فوزه. يلا كون هذا المتابع صادق مشان الهديه، يعني لا عم بمزح، اكيد مشان الهديه، يعني ما بتهمني الهديه، بتعرفوني انا بتهمني بتهموني. اه لا اخيرا اخيرا مطرقه، اخيرا يا زلمه اخيرا. انا كاني عم بحكي كثير بس والله منيح، كاني احترفت وانا عم بحكي كثير. ياكم كمان تكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا بتحبوني احكي وانا عم بلعب، يعني انه احكي هيك مثل هلا، او ما بدكم يعني احكي، يعني يكون مثلا هادي مثل الفيس كام اللي قبله، كنت هادي كثير ما احكي غير شوي. انا عم بحاول يعني انه احكي شوي مشان يكون في حركه بالفيديو، يعني ما اكون جامد بس احكي. يعني فوت انا رح فوت في بيت كبير، بحب يعني بحب اتخبى فيه او اقعد فيه، يعني لانه يعني بيجوا عليه عالم وغاد لما مش بالتحديات، بس بهيك تحديات عشان قلت لهم يعني حروح عليه. بس يعني ليك رح اعطيكم نصيحه، انه لما تكونوا بهيك موقف مثلا، ما معكم ذخيره او هذا، يعني ما معكم موضع قوه، حتى لو كنت يعني موضع، حاول تروح على الطرف. لما بدك تفوت على بوشنك، لما بدك تروح على اي منطقه روح من الاطراف، لا تروح بالنص هيك منطقه مكشوفه، لانه اذا واحد محترف دغري بيجيبك. يعني شو بيقولوا له، هاد بيت قش او حظيره او شيء، والله ما بعرف شو بيقولوا له. ان شاء الله ما يكون بقية، يعني بقية كتير محترفين او لاعب بمزح، يعني ان شاء الله يكون في حماس باللعبة. اخذ سيارة واردكم ولا خلاص، خليني احفوت على البيت احفوت على البيت. كان يسمع خطوات، اي والله في واحد كان مو شايفني ولي شافني ايه ولي معه بيفا. موت لا 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 بليز بليز مان بليز مان بليز. اوه اوه يلا يلا
لله الحمد لله يا شباب، يلا يلا تحمسنا. 8 7 غيري بقيان، يلا حالة حالة بقيان 4، يلا توب 5 يا شباب، يلا يا رب يا رب الجيم لنا يا رب. البويا يا رب يا رب ما يكون معه سلاح قوي، يا رب ما يكون معه ام بي 40 او شوت جن، لانه اذا كان معه رح تبخوش يعني بخوشه. يكون معه سلاح مثلا يو ام بي يمكن احسن، والله كله اضرب من بعض. انا عم بلعب ضدهم مضرقه بيسبول يعني كشك، ولا شو اسمه، حظيره حظيره حظيره. يلا شوفوا اذا هون هون، بس هو كان راح لهنيك بهداك الاتجاه فما بعرف. يلا يا شباب يا رب يا رب، خلينا نشوف اذا في هنيك. ايه شو هذا يعني، هي شلون بدي اوقفها يعني، ما كان تطلع، ما كان ياخذ الاسلحه لحاله، كنت انا اخذهم. اوه في يو إيه هذا شو يقولوا له، اير دروب. والله بتوقع هو رح يكون هلا رايح لعنده. اوه ليكو شافني شافني، وليه معه ام بي 40. يا رب يا رب يا رب، وليه لا 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 احمد، يا رب يا رب. اوه فزت فزت يا شباب. فبس صار القعده لليوم، لا تنسوا لايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات لتصلكم اي مقطع جديد بنزله عن فري فاير. مثل ما شفتوا الجيم الحمد لله فزت الجيم. بدكم اي تحدي تاني اكتبوا لي اياه تحت بالكومنتات، والتحدي اللي بيعجبني رح يصير طلعه مع اسم اللي تحداني. ومثل ما قلت لكم يا شباب هي فزت الجيم، يلا يلا كل واحد عم يشوف هذا المقطع يحط لايك، يحط لايك مشان نوصل لهذا المقطع 1300 او 1400 لايك. يلا اول مره بطلب بالقناه 1400 لايك، وكل واحد عم يشوف المقطع ينزل لتحت ويبوس على الزر الاحمر اللي محطوط عليه اشتراك او سبسكرايب حسب انت شو مسمي اللغه. فيلا يا شباب مشان نوصل 40,000 قبل نهايه الاسبوع بيكون انجاز كتير خرافي، مشان بعدها نوصل هدفنا يكون 50,000 يلي هو نص الحلم تبعنا، نص ال 100,000 نص درع اليوتيوب. يلا كل واحد عم يشوف مقطع ينزل لتحت ويشترك يا شباب. بكره في مقطع فري فاير، وفي يا شباب مقطع الجواهر يلي حطيته امبارح، رابطه بالوصف كيف تحصل 600 جوهره يوميا. هذا رح يكون اخر فيديو لي كيف تحصل جواهر. اذا شفت دعم عليه رح يصير كمل، اذا ما شفت دعم عليه ما رح كمل. فيلا يا شباب كل واحد عم يشوف لايكو تحت رابطه بتحت بالدسكربشن، فوتوا وشوفوه واعطوني لايك عليه. فبس كان معكم حمزه ومع السلامه.